اكتفاء باليوم العالمي للمرأة، تفتتح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم استوديو متعدد الوظائف، وهو استوديو رقم 2 على مستوى المندوبية العامة بعد ما تم افتتاح استوديو بالسجن المحلي سلا 2. هذا الاستوديو موجه لفائدة نزيلات المؤسسات السجنية، والغرض منه هو تمكين النزيلة المواطنة من الاستفادة من خدمات الاستوديو، بحيث يمكن من تسجيل محاضرات الأساتذة الجامعية لفائدة الطلبة النزيلات الجامعيات، وكذا استوديو من أجل تسجيل إبداعات النزيلات في مجال الشعر والزجل، وأيضا في مجال الغنائي والعزف الموسيقي، ومجموعة من الأنشطة الأخرى الموجهة لفائدة نزيلات المؤسسات السجنية. إلى جانب ذلك، يتم اليوم بشراكة مع الجامعة الملكية للرياضة الجامعي وتنفيذا لمذكرة اتفاقية شراكة مع الجامعة، استفادة مجموعة من نزيلات السجن المحلي عين سبع من أنشطة رياضية متنوعة بتنشيط من أعضاء الجامعة الملكية للرياضة للجميع. بارك النساء الإعلاميات الحاضرات معنا والغائبات واللي حاضرات ببرامجهم وبعملهم هذا النهار، هذا اليوم اللي هو محطة بالنسبة لجميع النساء، وتواجدنا كنا لنتوما ولا احنا ولا هذا الشباب اللي حاضر معنا الإعلاميين بمناسبة هذا اليوم، هو تحية لجميع النساء المغربيات ونساء العالم بمناسبة اللي هو محطة اللي كنشوفوا فين وصلنا وفين غاديين، وشنو هما طموحاتنا وشنو هما امانينا وشنو هما هذا. وبالتالي هذا النهار كنتمنى يكون يوم سعيد لجميع النساء. شنو ممكن تقولي لنا على الافتتاح ديال هذا الاستوديو؟ هذا الاستوديو انا نيت تواجدي بمناسبه تنشين هذا الاستوديو، وتواجدي هنا امثل رجل من الرجال الوطنيين في بلادنا اللي هو سيدي عثمان بن جلون، راك تعرفوه جميع، هو الممثل ديال مؤسسة مالية كبيرة هنا في البلاد، وبالتالي هو قلبه دائما على كل الفئات الهشة، كيساهم، عنده عدة مساهمات، وساهم مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بواحد الهيبة مالية مقسمة على 4 سنوات. خداو المبلغ الأول منها هاد السنة، وبالتالي المندوبية سهرات في حلقات. أنا كنشوف، أنا كنت منبهرة، درت واحد زيارة في هاد المؤسسة السجنية فانبهرت بالمجهودات الجبارة اللي دارتها المندوبية، يعني الصراحة والله العظيم بدون مجاملة ولا كنطروا الورود على المسؤول الكبير ديال المندوبية، فمجهودات جبارة وخطوات متميزة، قفزات نوعية
هي على جميع المستويات الصحية. أنا كنقول لك بحب مناسبة حضوري هنا. مناسبة حضوري هنا. أنا حاضر في مؤسسة سجنية بصفة أخرى، ولكن كنهضر على الحضور ديالي اليوم اللي ما شاهدته في هذه الزيارة، لأنه بالتالي هذا الاستوديو بهذيك المساهمة بهذاك اللودون اللي دار سيدي عثمان بن جلون للمندوبية، سهرات المندوبية باش أسات هذا الاستوديو. الغاية ديالو راه سبق السي بن ناصر حكى لكم عليه، أنه بعدا غادي يمكنوا النساء السجينات سواء على مستوى التعليم، على مستوى برامج تعليمية في جميع المستويات بما فيها الجامعة، كيجيو أساتذة وغادي يمكنوهم من الحضور هنا عن طريق هذاك الاستوديو، على برامج توعوية، على برامج تحسيسية، على غادي تنشيطية، على يعني الرفع من دعم قدراتهم بصفة عامة، باش المرأة السجينة اولا ما تبقاش تشوف راسها غير يعني محصوره ما بين اربع حبيسه اربع حيطان، ولكن كيزرع فيها الامل. انا متاكده على هذا المستوى اللي وصل، اي امراه خرجات ونهات العقوبه ديالها الا وغادي يكون عندها استعداد جيد جدا باش تندمج في المجتمع. أنه الاحتفالية بالمرأة، ولو أنه ماشي احتفالية ولكن كذكرى بالنسبة للمرأة على الصعيد العالمي. احنا اليوم تنتواجدوا بالمؤسسة السجنية لعين سبع، لأنه في البرنامج المستطر ما بين الجامعة وكذلك المندوبية السامية لإدارة السجون، لأنه كان واحد البرنامج مستطر طيل السنة، ومن ضمن هذه البرامج هذا هو بعض التظاهرات الرياضية اللي تتهتم بها تتهتم بالمرأة، لأن بالنسبة لنا كجامعة وكإدارة السجناء فاتهم عندهم حق في الممارسة الرياضية وكذلك حق في عدة أشياء اللي هي كتهتم بها الإنسان. بالنسبة لهم سيت ان افونتاج على أننا تنجيو تنقوم بالتظاهرات الرياضية هنا داخل السجن، ولكن تنقول على أنه خصهم ياخذوا عبرة من هذه الفترة اللي يمروا بها، لأنه ما عندهمش الحرية ديالهم. تنقول على أن السجن تيخصو يبقى مدرسة، لأن تتمر واحد الفترة اللي الإنسان ما تيعيش الحرية دياله. فالميساج ديالي على أننا الواحد الإنسان يراجع عقله ويفكر على أنه الأشياء اللي كتضره كتضر حتى المجتمع، تضر يعني واحد العدد ديال الأشخاص اللي ما تدوش سليمة مع الأسف. فلهذا بالنسبة لي تخص يتخذوا عبر من السجن أو من الأفعال اللي تتأدي للإنسان على أنه باش يسمح سجين. المرأة المغربية فرضت رأسها وبينات على أنها ممكن المغرب يفتخر بها، لأن في جميع الميادين ماشي غير في الرياضة نجحت بشكل كبير. تلقوا على أن المرأة المغربية مرات مستشار لصاحب الجلاله، كذلك وزيرات برلمانيات في عده ميادين اللي ممكن حنا ما تنتكلموش عليها. كاين بعض النساء اللي تيشتغلوا في مناطق اللي مع الاسف ما تنعرفوهاش او ما تنردوش لها البال. نجحات في التربيه ديال ولادها، نجحات في التربيه ديال مثلا كاين بعض الجمعيات اللي ممكن تتنمى وتصبح الصيت ديالها تصبح عالمي. فلهذا كيف ما ذكرت المغرب ممكن يفتخر بالنساء ديالو في الوقت الحالي. اليوم هو واحد المناسبه اللي هي كنفتخروا بها وسعيدين بها، وكانت تعطينا بلسم على القلوب ديالنا، وحنا الحمد لله فخورين بكوننا حنايا امراه اولا، وثانيا عضو في المجتمع. واخا حنايا داخل الاسوار راه كنقدموا واحد الرساله منها محاربه الاميه والقضاء على الجهل، وشي حاجه كبيره. حنا فرحانين، وتم خاصه تم افتتاح واحد الاستوديو اللي هو مهم، اللي هو غيتم فيه جميع الانشطه، منهم الانشطه الفنيه كالغناء والعزف، وخاصه الفضاء للطلبه الجامعيين. انت موجوده داخل الاسوار، يعني شنو بغيتي تقولي للاسره ديالك عائلتك الامهات اليوم؟ الامهات راه الام راه شي حاجه كبيره. انا كنبغي الام ديالي كنحمق عليها
ونتمنى ان شاء الله نخرج ونضم الاهل ان شاء الله باذن الله، وتكون هذه فاتحه خير باذن الله هذا اليوم هذا العظيم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.